خلوا بالكم حاجة مهمة جدا أنا عملتها، حطيت الأول المية وبعد كده الدقيق. ده ليه؟ علشان ما يحصلش الدقيق يمسك تحت ويكلكع ويتعبني. دي حاجة. تاني حاجة خدتوا بالكم إن أنا حطيت خميرة، بس قلت لكم أنا هسيبها بس ترتاح 10 دقايق. عايز أقول لكم عن تجربة، لو سبناها أقل أو أكتر العملية بتبوظ، ده حقيقي. عشان كده لما بقول 10 دقايق ب 10 دقايق. أنا هنا سايباها ترتاح، وقبل ما أبدأ اسويها حضرت طاستين عندي، طاستين غير لاصقين، ودي مهمه جدا لان انا بسويها من غير نقطه زيت، من غير اي نقطه دهون. عندي هنا ادي طاسه وادي الثانيه، بسخنهم على اعلى درجه حراره، وبعد كده بهدي. عندي اهي واحد وعندي اهي اتنين، بهدي بعد كده النار خالص لحد درجه ايه يعني الاقل، يعني اللي هو بنهدي، يعني احنا كنا عاملينها الاول في الوسط وبعدين هديناها. ده مهم جدا، مهم ان هي تسخن عندي كويس قوي الاول، وبعدين ابدا ان انا ايه اقل درجه الحراره بتاعتها. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب انا محضره طاسه ثالثه بقى عشان هعمل لكم حشوه حلوه جدا قبل ما ابدا اسوي. الحشوه بتاعتي دي عباره عن حشوه تمر، وعايز اقول لكم من الحاجات بتبقى حلوه جدا وبتتاكل يا جماعه كمان، وبتبقى حلوه جدا من غير قلي. يعني جربوا القطايف مش مقليه، انتوا هتتبسطوا قوي. طبعا مقليه دي في حته تانية، بس كمان مش مقليه، فيها حاجات بتبقى حلوه جدا. تعالى اقول لكم. عندي هنا تمر طري احنا نقعينه في ميه، وشويه مكسرات انا مش هقول لك هي ايه، براحتك خالص. عايزه تحطي بندق، عايزه تحطي لوز، عايزه تحطي شويه جوز هند، عايزه تحطي مثلا عندك هنا شويه ساي مثلا سوداني، انا مش هقول لك بالظبط انت ممكن تحطي ايه، انا هقول لك حطي اللي انت عايزاه. اهم حاجه ان انت تحطي مكسرات لانها بتبقى حلوه جدا بالمكسرات. تمام تمام. طيب تعالوا نقول بقى المقادير، يلا بينا. هي تمر طري ومكسرات مجروشه بس كده. طيب هعمل ايه؟ انا هنا هعلي النار وهمسك بقى التمر ده. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ الاول انا حطيت الطاسة، هجيب بقى التمر اللي انا ايه نقعته، هصفيه كده من المية واحطه هنا اهو. انا بعمل عجوة من الاخر بس كده. طبعا شوية المية بتوع التمر دول يتشربوا، ما يتسابوش كده. طيب هعمل ايه؟ هروح كده فرداها هنا، وسايباها بقى كده كل شويه اقلب فيها لحد ما الاقيها خلاص بقت معايا معجون. هروح ايه حاطه المكسرات وخلاص كده. حشوه بتبقى خطيره، مش عايزه اقول لكم هتعجبكم ازاي. طيب طبعا التمر عندنا دلوقتي في البيت اهي، على طول على طول بصوا بقت ايه خطيره معجونه اهو. تعالوا بقى نعمل القطايف. ارتاحت؟ بصوا بقى قبل اي حاجه لازم اديها تقليبه واطلع منها الهواء، مهم جدا اهو. شايفين قوامها تقل طبعا شويه، علشان كده كانت الاول احنا اختبرناها لانها مظبوطه، بصوا قوام دلوقتي تقيل اتقل ازاي شويه، بس ان شاء الله هتطلع معانا ناجحه جدا. قلبتها، بصي بقى الطاسه عندي زي ما قلت لك الاول سخنتها حلوه قوي، وبعدين هديت النار. بعمل ايه بقى؟ بعمل في النص كده انزل، وقبل الحجم اللي انا عايزاه بروح رافع ايدي اهي. هلاقيها بدات تعمل الفقاعات اللي هي طبعا ايوه كده بالظبط، وبتدينا شكل القطايف. سهلة جدا جدا، والحمد لله هتطلع معاكم ناجحة قوي قوي، مش تاخد معاكم وقت. تعالوا بقى نسوي هنا كمان اهو، بحط وارفع. انا بقى عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، خلي بالك هي بتفرش تاني شوية بعد ما بنحطها، فانت ترفعي ايدك قبل الحجم اللي انت عايزاه.
لانها بتفرش تاني. بصوا بقى لو هتحشوها بقى جبن وبسطرمة بقى وحاجات، كبروا استكبروا كده، احنا بنعملها في البيت. هتحشوها بقى مكسرات مش عارف ايه، لا استصغروا. ليه بقى؟ عشان حلويات فمش عايزين ناكل منها كتير، لكن بصراحة حوادق دي هي هتتنسف من عصر. عايز اقول لكم في الحادق هتنافس السمبوسك، بتبقى حلوة جدا جدا جدا. بصوا عندي هنا على طول اهي، انا طبعا مقلله درجه الحراره، ما بشيلهاش غير لما كلها ما يبقاش فيها ايه اي نقطه عجين، تبقى خلاص استوت معايا، ما بشيلهاش غير لما بيكون فيه ما فيهاش اي نقطه عجين. طيب انا هنا محضره، بصوا محضره عندي هنا فوطه، اشيل من هنا احط في الفوطه على طول، ما تتعرضش الهواء، وغطي بالفوطه مهم جدا اهي. بصوا الله، بصوا ظهرها عامل ازاي، نجح قوي قوي ازاي، بصوا عامله ازاي. هاخد بقى كده واحط هنا، ما تشوفش الهوا، لو شافت الهوا هتنشف ومش هتقفل معايا. انت بقى مش هتلحقي على طول، هتاخدي بصوا بصوا اهي الخلصانه معايا، شايفين ظهرها عامل ازاي، شايفين تحفه اهي، واروح حطها هنا على طول واكمل اهي. مش هتاخد معانا وقت خالص، ما بحطهاش على بعض علشان هي لسه سخنة تلزق في بعض اهي. بصوا 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 نجاحها اهي قدامكم. تعالوا نحط تاني، سهلة وبسيطة وبجد بتبقى احلى كتير اهي. انا دي هنا هكبر شوية علشان احنا اتفقنا ان احنا هنعمل الحادق كبيرة شوية والحل صغنن. بصوا بقى زي ما بقولكم من الخلاط على الطاسة على طول بحط، وقبل الحجم اللي انا عايزاه برفع ايدي. نخلي بالنا هي بتفرش شوية معانا، نخلي بالنا من الموضوع ده قوي لانها بتفرش شوية كمان. ناجحة جدا 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 الحمد لله، وسلسة وبسيطة، وانتوا شفتوا ويعني عارفين اللي هو هي بس ايه تكنيك، اللي هو احنا بنعجنها زي ما انتوا شايفين كده في الخلاط، مفيش اسهل من كده. لازم نسيبها ترتاح 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي، اكتر من كده مش هتدينا النتيجه اللي انتوا شايفينها دي خالص، اكتر من كده لا مش هتبقى خالص، مش هتطلع قطايف. عايز اقول لكم دي حاجه. تاني حاجه مهم جدا، الطاسه الغير لاصقه ما بحطش ولا نقطه زيت ولا سمنه ولا اي ماده دهنيه. مهم جدا ان انا اسخن الاول الطاسه عندي قوي قوي، بس ما بحطش فيها العجين وهي سخنة قوي، لأ أنا بهدي بعد كده النار. يعني بص أنا عاملاها على 4-4، مهم جدا النار عندي اللي هي عندكم انتوا في البوتاجازات بتاعتنا العادية هتبقى اللي هي ايه، احنا كده في النص بنهدي النار بس شوية تمام، وهتطلع معانا نتيجة اهي. بصوا ولا نقطة زيت ولا سمنة، طلعت اهي، واحطها هنا اهو، شايفين ولا نقطة زيت ولا سمنة، شايفين كمان ظهر بتاعها قد ايه، ومش مفتحه من ورا فتطلع لنا الحشوه، لا خالص اهي، بالعكس ده هي المفروض علشان تطلع ناجحه يا جماعه تبقى ظهرها مقفول ما يطلع لناش الحشوه، لكن يكون وشها هو اللي ايه اللي مفرغ. طيب غير كده لا متبقاش طبعا ناجحه معانا. يلا نعمل تاني اهو، ونبدأ بقى نحشي، ولا كبشة ولا حاجة، خلاطك في ايديكي اهو. واحسن حاجة علشان بسبوز الخلاط ده هو اللي بينزل لنا بصوا بتاع مظبوطة في النص، ما بمشيش ما بتحركش بيه الخلاط لا خالص، انا بنزل في النص اهي. بصوا دي كبيرة دي هتبقى عملاقة. عارفين انا السنة اللي فاتت عملتها زي تورتة كده وكانت خطيرة، عملت دي كلها كانت ايه واحدة دي كلها، وبعدين حشيت ما بينها بقى طبقات كانت تحفة، او هي واحدة كده وننزل عليها بقى بصوصات وشوية مكسرات خطيرة، مش عايزة اقولكم هتعجبكم جدا. انا عندي هنا حشوة التمر تمام جدا اهي، جهزت معايا الفوطة السخنة بتاعتي اللي فيها الحاجة. عندي هنا بقى شوية مكسرات زي ما قلنا، مش هقولك هي ايه، هي اللي انت عايزاه سوداني، عندك جوز هند حطي
الحشوات اللي انت عايزها. انا عايزة بس اقول لكم ان انا عملت كمان الشربات وسبته يبرد. الشربات بتاعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية، وسيبهم لحد ما يغلوا وقوامهم كده يكون ايه، طبعا مش خفيف ومش تقيل قوي، ولازم يبرد. مهم جدا 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 انه يبرد عندي. لو ما بردتش عندي عايزة اقول لكم مش هتكون الطف حاجة. بشيل، بصوا كله، بصوا عامل ازاي، بفرد اهي، خطيرة، مش هيطلع عندي فيها اهي. وغطي، دي فوطة كمان علشان نحط. طبعا تقدري انت تعملي كمية اقل من كده. طيب يا فيفا، انا لو عايزة افرزنها في اي مرحلة ببدأ افرز؟ هتفرزي، دي طلعت ايه كبيرة قوي، هتفرزي في مرحلة ما بعد الحشو. القطايف ما بتتشلش ابدا. حاضر، القطايف يا جماعة ابدا ما بتتشال كده، القطايف لازم تتحشي الاول، مهم جدا. طيب تعالوا نعمل كمان الحشوة المعتادة جدا جدا بتاعتنا، ده غير طبعا الحشوة اللي هي هتبقى حادقة. عبارة عن ايه الحشوة المعتادة بتاعتنا؟ اللي هي مكسرات، ودي اقرب حاجة لقلبي. اللي هي عبارة عن ايه؟ يلا بينا اهي. مكسراتك سكر، شوية سوداني او فستق او سوداني على فستق. على فكرة ده غش تجاري مسموح بيه جدا، ان احنا نحط سوداني على فستق ويعيدينا طعم كأننا حاطين فستق خالص. يعني دي تركة حلوة جدا ان انتوا تطحنوا سوداني مع شوية فستق. وكمان عندك زبيب ورشة قرفة لو عايزة. مقادير يعني مش عايزة اقول لكم بسيطة. مكسرات مجروشة ايه هي براحتك. وكمان عندي هنا جوز هند وسكر وقرفة. انا هنا بقى المكسرات المجروشة بتاعتي سوداني على فستق. واخدين بالكم هتلاقوا ايه اهو، السوداني مشي وهتلاقي الفستق، الاتنين دول مع بعض وكأننا بناكل فستق فقط. عايزه اقول لكم ان اول ما علامه استوى، انا ركنت، اول ما علامه استوى على طول بتظهر عندي اللي هو الحاجات الفاتحه دي بتختفي، انا كده تمام جدا على طول بطلع، ما بسيبهاش لحظه. لو سبتها لحظه ايه اللي هيحصل؟ هتنشف مني، مش هتتقفل. بصوا قد ايه بسيطه، بس نركز في كل حاجه انا بقولها. بصوا دي اول ما، مهم الملاحظة، أول ما لقيت إن هي علامات إن هي العجين اختفت على طول أروح شايلة. أهي شايفين أهي كبيرة أهي، خطيرة عندي. بصوا عاملة إزاي، ليه بقى؟ عشان تقفل. بصوا ظهرها تحفة، ناجح جدا. هتفتحش معايا والحشوة تخرج؟ لأ خالص. أهي طبعا بسيبها تهدى وبعدين أبدأ إن أنا إيه أحشيها. طيب لو ما عنديش طاسة غير لاصقة هقولك جربي في حاجة. هتعملي ايه؟ هتجيبي صينية عندك وهتقلبيها على ظهرها، هتقلبيها على ظهرها وهتعلي درجة، وهتعملي ايه؟ هتروحي برضو مشغلة البوتاجاز على اعلى درجة حرارة، وبعدين هتهدي النار، وبعد كده هتبدأي تحطي العجينة بتاعتك. يعني بدل ما تكون الطاسه كده، لا هتكون العكس بس صينيه. جربي. عايزه اقول لك انها ممكن جدا، بس لازم تسخنيها كويس جدا وبعدين تهدي النار زي ما احنا عملنا كده، وهتطلع معاكي زي ما انت شايفه ناجحه جدا جدا. تعالوا اجرب بقى، تعالوا القفله، تعالوا ادي بردت، تعالوا بصوا، بصوا القفله ما بعدهاش، ما برجعهاش، شايفين؟ ما برجعهاش اهي 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 اهي. الله، شايفين ظهرها؟ مفيش حاجه تخرج منه، مش زي اللي بنجيبها من بره نحس ان احنا نعمل كده تروح مقطومه معانا. طيب احنا لازم خلصنا نحشي الكميه كلها وبعدين تفرزيني زي ما انت عايزه. الحلو هتكتبي عليه حلو، الحادق هتكتبي عليه حادق. هتطلعي طبعا طبعا هتقلي، خلاص ما فيهاش نقاش، مش هنطلع، مش هنقلي، هنطلع، لا خلاص. لكن لو عايزه تاكليها بقى فريش كده فانت هتعمليها على طول كده وهتروحي على طول بقى ايه حشيها وتستمتعي بيها. دي لسه
ناخد دي. ايه رأيكم بقى نطلع فاصل ونرجع نشوف بقى كمان بقيه الحشوات بتاعتنا، عشان احنا هنعمل عندي هنا كمان دي لسه عندي هنا حشوه جبنه وحاطه فيها زيتون وجبنه كريمي ومستردة وسوري وبسطرمه من الحشوات اللي هتعجبكم قوي قوي. فبعد الفاصل استنونا.